بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ويوم جديد وحصاد الأهلي. النهاردة مشاهدينا اللي عايزين يروحوا للقاء الأهلي والترجي التونسي ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا، معانا سؤال للحلقة حضراتكم تجاوب عليه على صفحتنا على الفيسبوك، هتنزل أمام حضراتكم صفحة قناة النادي الأهلي على الفيسبوك، إن شاء الله تفوزوا معانا لما تجاوبوا صح. من هو صاحب آخر هدف للأهلي أمام الترجي التونسي؟ النادي الأهلي واجه الترجي التونسي في كونفدرالية، وصاحب آخر هدف للنادي الأهلي في الترجي التونسي لسه بيلعب لحد دلوقتي في النادي الأهلي، ومن اللعيبة اللي جامدة جدا وبيلعب في خط الأمامي كمان عشان أسهلها لحضرتك. حضرتك هتجاوب على السؤال صح، بيتم التواصل معاك وبتفوز انك تاخد تذكره عشان تحضر مباراه النادي الاهلي والترجي التونسي اللي مهمه جدا في دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا. الصفحه امام حضراتكم facebook.com الاهلي fancard.com، ده ازاي تتواصل مع اداره المباريات للنادي الاهلي عشان تخش وتجيب التذكره. دلوقتي نظام التذاكر في النادي الاهلي تحول تماما، النادي الاهلي ما شاء الله خد خطوات مهمه جدا وزي الطريقه الاوروبيه، حضرتك بتخش على اداره المباريات بتسجل بياناتك، بيتم التواصل معاك وبتاخد ريسيت، الريسيت ده بتروح تدفعه في فوري وبتستقبل التذكره بتاعتك من اقرب منفذ لفوري موجود قريب منك، وحضرتك بتخش المباراه مفيش اي مشاكل ومنتهى السلاسه في التعامل وانت داخل الاستاد. ده لسه هرجع تاني اقول لحضراتكم سؤال الحلقه، من هو اللاعب صاحب اخر هدف للاهلي امام الترجي التونسي؟ حضرتك تجاوب عليه على صفحتنا صفحه قناه النادي الاهلي على فيسبوك، وتخش على طول تاخد التذكره وتروح للقاء. اللقاء النادي الاهلي والترجي التونسي لازم نضعه في حجمه، ودلوقتي النادي الاهلي في مباراه مهمه جدا، مرحلة مهمة جدا في دوري ابطال افريقيا، وفي البعض في جوانب اخرى بيتحدثوا في حاجات بعيدة عن كرة القدم، ولكن احنا الان كلنا افريقيا اهل، هو ده الشعار اللي موجود في هذه الفترة. النادي الاهلي بصدد انه يلعب مباراة الذهاب، مباراة مهمة جدا امام فريق محترم، فريق ما هوش قوي قوي، ما هوش ضعيف من الفرق السهلة، فريق محترم معاه مدرب على أعلى مستوى فوزي البنزرتي من المدربين اللي عندهم باع في الكرة الإفريقية. النادي الأهلي أيضا هو صاحب العدد الأكبر من دوري أبطال أفريقيا 8 مرات، النادي الأهلي أيضا صاحب مدير فني على أعلى مستوى وسبق له الفوز بدوري أبطال أفريقيا كمدرب وكمساعد مدرب وكمدير للكرة، فعنده خبرات كبيرة جدا في دوري أبطال أفريقيا. كابتن حسام البدري أفضل مدرب في مصر دوري وكأس الموسم الماضي، والكل الجمهور واللعيبة والكل يثق في قدرات الكابتن حسام البدري إنه إن شاء الله قادر على تخطي المرحلة المقبلة. ما بلاش نكبر ونهول الأمور ونضعها في نصابها الطبيعي، النادي الأهلي هيواجه فرقة ماشية دلوقتي بشكل كويس جدا في الدوري التونسي، الدوري التونسي هو متصدر الدوري بعد 4 ماتشات واخد 12 نقطة، ولكن هو لسه ما لعبش التقال، الماتش اللي جاي هيلاعب النجم الساحلي، هتبتدي لما الفرقة بتلاعب الفرق الثقيلة بتلاعب الفرق اللي بتنافسه تبتدي تديله مستوى الطبيعي. الثلاثي الهجومي هو أبرز معالم الترجي التونسي، طه الخميسي في الأمام وفخر الدين بن يوسف وأنيس البدري. فخر الدين بن يوسف جمهور الكره المصريه يعرفه بشكل كبير لانه كان بيلعب قبل كده في الصفاقسي وانتقل الى الترجي التونسي، لعيب عنده سرعات. طه الخنيسي هو هداف الفريق حتى الان، احرز 4 اهداف، وانيس البدري من اللعيبه اللي بيعتمد عليها المدير الفني فوزي البنزرتي بشكل كبير. معز بن شريفيه حارس المرمى من الحراس المرمى اللي ابتدى عنده يبقى عنده خبرات، لعب كتير مع فريق الترجي التونسي وايضا لمنتخب تونس، فدول ابرز معالم فريق الترجي التونسي هنتكلم باستفاضه اكتر في الحلقات المقبله، ولكن انا بقول لحضراتكم المعالم اللي هيواجهها فريق النادي الاهلي. النادي الاهلي امام طلائع الجيش صراحه استحوذ، صراحه كان له ضربات جزاء، ولكن في بعض النواقص، نواقص ان اجاي مثلا ما كانش بيلعب من اللعيبه اللي بتصنع لك فارق، ايضا عدم وجود مؤمن زكريا من اللعيبه اللي بتصنع لك فارق، حمودي لم يشترك، في لعيبه تقدر تصنع لك فارق لم تشارك في هذا اللقاء، معلول ما لم يشارك، فما تحكموش على النادي الاهلي بما شاهدتموه امام طلائع الجيش. النادي الاهلي امام طلائع الجيش
كان الأفضل، كان الأكثر استحواذا، الأكثر وصولا إلى المرمى، أضاع العديد من الفرص، ولكن مش هو ده المستوى اللي إن شاء الله هيكون أمام الترجي. أمام الترجي النهارده في التقسيمة كانت قوية جدا في مران النادي الأهلي، المران اللي أقيم اليوم في ملعب التتش بالجزيرة، كان في تقسيمة وفيها حماس كبير جدا من اللاعبين. كابتن حسام البدري عمل العديد من الجمل الفنية، أهمها هو إن إزاي الكابتن حسام البدري هيستغل السرعة في التحول إلى الجانب الهجومي. النادي الأهلي عارف إن فريق الترجي التونسي هيواجهه بتكتيك معين. الكرة التونسية بصفة عامة هي منضبطة تكتيكيا، الكرة التونسية بصفة عامة هي عندها معدل بدني عالي، الكرة التونسية بصفة عامة عندها ناحية الجريندا أو الروح العالية في الأداء خاصة أمام الفرق المصرية. إذا فريق الترجي هيجي لك منظم منضبط، مش هيفتح خطوطه بشكل كبير، هيبقى عارف إن في شوط آخر في تونس، هيبقى حابب إن هو يجي يطلع بأقل الخسائر، ولو خطف يخطف له هدف هنا يفرق معاه كتير في اللقاء الآخر. كابتن حسام البدري أكيد دارس هذا السيناريو، تحدث مع اللعيبة كثيرا عبر شرح بالفيديو وشرح في التقسيمة قبل وبعد، وأيضا قبل المران وبعد المران، الكلام كثير جدا وفي تواصل مباشر ما بين الكابتن حسام البدري وما بين اللعيبة. كل هذه الأمور هيتم دراستها وتفعيلها في مران النادي الأهلي رويدا رويدا حتى يأتي يوم اللقاء. النهارده فتحت عرض لكدمه مع جونيور اجايو، ده بيبين لك ان اللعيبه قد ايه واخده الموضوع بجديه، ولكن الحمد لله الموضوع مشي بشكل طبيعي. مؤمن زكريا ووليد ازارو خدوا تمرين مميز على التسديد، وثنائي سددوا كور كتير جدا مع الكابتن سيد معوض. شريف اكرامي الحارس الفريق الاول بالنادي الاهلي عمل تدريبات تاهيليه على هامش المران، وكل هذه الاجواء زي ما حضراتكم شايفين في الصوره، ودي بدايه الكلام اللي انا كنت بقوله لحضراتكم. والتدريبات دي تدريب الثباتات، الثباتات ده لمروان محسن ان هو يتعامل، ولو حضراتكم كنتوا تابعتوا النهارده النادي الاهلي كان تدريبات اتلتيكو مدريد فيها نفس الموضوع بتاع الثباتات، ان اللاعب بيبقى واقف على حاجه الى حد ما مطاطيه وبيتم التعامل عشان موضوع الركب، وده بيبين لك النادي الاهلي. عشان بس نرد على بعض الناس اللي بتنتقد بالجهاز الطبي النادي الاهلي ان مروان محسن قعد فتره كبيره جدا، احنا لسه جايبين لكم اتلتيكو مدريد النهارده وهو بيعمل تاهيل نفس الشكل اللي بيأديه النادي الاهلي في التمرينات، ولكن للاسف في بعض من الناس بتشوف الحاجه وهي مش فاهمه، على الرغم ان هي كانت في الملعب، بس مش اي حد كان في الملعب بيبقى فاهم، لان مش اي حد في الملعب بيبقى دارس، لان دي الكوره اصبحت علم ودراسه وتطبيق، والنادي الاهلي في هذا الشان رقم واحد ما شاء الله في كل الامور. ادي التدريبات البدنيه اللي بدايه الورم اب والتسخين مع الكابتن انيس الشعلالي، صراحه واحد من الجنود اللي بتادي بشكل كبير جدا، احنا مش هنقول مجهولين، لان خلاص انيس الشعلالي خاصة معانا في استاد الأهلي تحدثنا عنه بشكل كبير، وفي ظل ما كان بينتقد بشكل أيضا سافر من البعض، ولكن في الأخير بان شغل إن هذا الراجل ماشي بشكل كويس، على الرغم من إن موسم ما كانش عايز يخلص، والموسم الأصعب مع أنيس الشعلالي، ده اللي أبرز معالم تمرين اليوم اللي النادي الأهلي ابتدى في الاستعداد القوي لملاقات الترجي في دوري ابطال افريقيا. خليني اقول لحضراتكم برضو بقيه الاخبار اللي بهذا الشان، ان الكابتن حسام البدري مدير فني الكره للنادي الاهلي قرر ان هو يؤجل معسكر الفريق للترجي التونسي 24 ساعه، وكان المقرر ان النادي الاهلي هيبدا المعسكر عقب اليوم، ولكن قرر النادي الاهلي انه هيبقى بعد المران يوم الخميس. النادي الاهلي هيسافر يروح معسكر في برج العرب عشان يستعد لملاقات الترجي ان شاء الله في دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا. ايضا نروح لنادي الترجي واخر اخباره، ان الترجي بيرسل مندوبا لبحث ترتيبات الاقامه والانتقالات، ده بروتوكول في التعاون قبل اي لقاء ما بين فرقتين كبار في هذا في هذه الدور لدور دوري ابطال افريقيا دور الثمانيه، بيبقى في بروتوكول. البروتوكول النادي الترجي بيرسل المدرب المساعد بالجهاز الفني لمدينه الاسكندريه لترتيب استقبال الفريق التونسي، وابحث عضو الجهاز كافه الترتيبات واقامه ملعب التدريب والانتقالات اللي هيستخدمها الفريق التونسي في خلال تواجده في برج العرب. دي حاجات طبيعيه، بروتوكول كابتن سيد عبد الحفيظ بيعملها
في العديد من الاوقات. كابتن احمد ايوب، كابتن سيد معوض في بعض الاوقات بيعملوها عشان يكون فريق الترجي التونسي عارف كل شيء ماشي. بتبقى امور الملعب والاقامه والانتقالات بتبقى سهله جدا، لان بنسبه 99% هتروح اي ملعب في مصر، الجزائر، تونس، المغرب، هتبقى النجيله كويسه، الملعب حالته كويسه، فندق الاقامه والتنقلات هتبقى الدنيا مستريحه، لان ده فارق كبير جدا ونوع من البنيه الاساسيه للدوله بنفسها. ف لعيبة مصر أو أندية مصر لما بتذهب إلى تونس بيبقى عندهاش مشكلة في موضوع الإقامة وملعب التدريب والكلام ده كله ونفس الشيء. لكن لما تيجي تروح، لو حضرتك تتذكروا يعني حتى منتخب مصر وأمام أوغندا، حالة الملعب هناك كانت عاملة إزاي؟ النادي الأهلي لما راح زامبيا وبيلعب زاناكو، حالة الملعب عاملة إزاي؟ وحط مقارنة ما بينهم وما بين الأندية الملاعب في تونس أو في المغرب، هتلاقي فارق كبير جدا. وفي مصلحة طبعا الملاعب هنا او في تونس او في المغرب، الدنيا مختلفه تماما، وده بيفرق كتير. واعتقد ان على اهم ملفات الكره الافريقيه واحمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي انه ازاي يطور هذه الملاعب اللي في باقي وسط وغرب افريقيا. جنوب افريقيا عندها ملاعب على اعلى مستوى لانها نظمت كاس العالم. الدول اللي نظمت كاس الامم الافريقيه بيبقى عندها ملاعب كويسه لانها برضه نظمت بطوله كاس الامم الافريقيه، على الرغم ان في بعض الاوقات بتبقى الملاعب كلها مش على المستوى المطلوب. وشفنا حتى اخر بطوله اللي كانت مقامه، منتخب مصر كان بيعاني جدا من ارضيه الملعب البطوله الاخيره اللي وصلنا فيها للنهائي. عموما نتمنى توفيق النادي الاهلي، نحط الموضوع في نصابه الطبيعي. النادي الاهلي على اعتاب مواجهه قويه. بتمنى من الاعلام في الفتره اللي جايه انه ينسى اي حاجه بعيد عن هذا اللقاء، لقاء الاهلي والترجي. الاهلي هو الممثل الوحيد للكره المصريه في المطرق الافريقي في البطولات الافريقيه، وداخل على مباراه مهمه جدا. احنا محتاجين مساعده اهم من ان احنا نتكلم على اي اخبار تانية. محتاجين مسانده للنادي الاهلي اهم من اي حاجه تانية. احنا هنا من في قناه الاهلي طبعا السند الاكبر والدعم الاعلامي للنادي الاهلي، ولكن نتمنى من باقي وسائل الاعلام سواء القنوات الزميله، سواء وسائل الاعلام المرئي والمسموع، سواء الصحف، المواقع، كل دول يدعموا النادي الاهلي بشكل كبير لانه يحتاج الى هذا الدعم. غير الجمهور نتمنى حضور جماهيري كبير. النادي الاهلي حتى الان حصل على 20,000، منتخب مصر جاله 60,000، النادي الاهلي في هذا اللقاء يحتاج الى 60,000، بل يحتاج الى 100,000 متفرج، لان الجمهور هو اللاعب رقم واحد مع النادي الاهلي عبر تاريخه في كل المباريات. لو حضراتكم تتذكروا ماتش فاينل الكونفدراليه، ده انا بجيب لحضراتكم حاجه قريبه. وجود الجمهور بهذا الشكل في استاد القاهره كان له عامل الحسم ان النادي الاهلي يحسم البطوله في الرمق الاخير، هدف عماد متعب في الدقيقه 92. فاحنا نحتاج تواجد جماهيري بشده في لقاء الترجي التونسي، وان شاء الله النادي الاهلي يبدا لقاء الذهاب بشكل مميز جدا ويستطيع تحقيق نتيجه ايجابيه تريحه في لقاء العوده باذن الله في تونس. اكمل اخباري مع حضراتكم. واللاعب السوري المنضم حديثا الى النادي الاهلي عبد الله الشامي هيصل القاهره خلال 48 ساعه. النادي الاهلي كان تسلم البطاقه الدوليه لعبد الله الشامي اللاعب السوري المنتقل الى النادي الاهلي، واوضح مدير الكره كابتن سيد عبد الحفيظ ان النادي الاهلي هيستقبل عبد الله الشامي خلال 48 ساعه بعد انهاء اجراءات دخوله الى القاهره، تمهيدا الى انتظامه في التدريبات. والنادي الاهلي كان حصل على توقيع عبد الله الشامي لمده 3 سنوات في عشان تدعيم خط الدفاع. صراحه هي خطوه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي انه بيتعاقد مع مدافع وهو كان يبحث عن مدافع، وايضا خطوه تعتبر جميله وخطوه ايجابيه. ودائما شعب مصر الصراحه ممثلا في مؤسساته بيبقى داعم لاخصائنا العرب سواء سوري او فلسطيني يتم اعتماده في هذا الدوري او الدوري العام كانه لاعب مش اجنبي، وده بيتاح للانديه المصريه. انديه مصريه كثيره جدا تعاقدت مع لعيبه سوريين زيهم زي اشقائهم المصريين، ودايما مصر تحتضن اشقائها العرب. هفكر حضراتكم بسؤال الحلقه، من هو اخر لاعب في النادي الاهلي احرز هدف في الترجي؟
هو لاعب بيلعب في النادي الاهلي الان ومن اللعيبه اللي بتصنع الفارق، وحضرتك تجاوب على السؤال على صفحتنا على فيسبوك وبيتم التواصل معاك لو جاوبت الاجابه الصحيحه السهله جدا عمال اسهلها لك، وحضرتك هتاخد التذاكر عشان تروح الى لقاء الاهلي والترجي، اللقاء اللي النادي الاهلي بيحتاج كل جمهور النادي الاهلي ان يكون داعم ليه في هذا اللقاء. مره ثانيه، من هو اللاعب صاحب اخر هدف النادي الاهلي امام الترجي التونسي؟ حضرتك هتحله وتاخد التذكره وتروح تشجع فريقك. ايضا هكمل كلامي الخبر الاخر، مهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بيشيد بمشروع بطاقه الجمهور. زي ما قلت لحضراتكم، تقيس ترمومتر الكره المصريه او اي شيء يحدث في طفره في الكره المصريه على النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل مشروع بطاقات الجمهور، واول نادي مصري او نادي افريقي او نادي عربي بيتيح لجماهيره ان انت تاخد بطاقتك عن طريق الانترنت. النادي الاهلي عمل مشروع اخر وهو بطاقه اهلاوي وافتخر. بطاقه اهلاوي وافتخر هي بطاقه ثمنها رمزي جدا، بتدفع بتسدد هذا الثمن الرمزي عن طريق فوري، بتروح تسجل بياناتك وبتستطيع من خلال هذه البطاقه ان انت تحصل على اي تذكره للنادي الاهلي خلال 3 سنوات. فالمهندس محمود طاهر أشاد الصراحة بهذا الدور واللي بتقدمه إدارة المباريات، ولازم نحيي الأستاذ وليد مهدي اللي عمل هو وطاقم الفريق الطاقم العمل معاه يعني شغل كبير جدا عشان يسهل للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي إنها تروح وتتابع المباريات. ده جولة المهندس محمود طاهر داخل إدارة المباريات بإدارة المباريات بالنادي الأهلي، وبيقول ملاحظاته ل الطاقم العمل. صراحة هو أشاد، أدي دكتور ياسر أيوب رئيس المنظومة الإعلامية، كل هؤلاء بيسهلوا لحضرتك إن حضرتك تاخد بطاقتك أو بطاقة التذاكر بتاعتك عشان تروح تشجع النادي اللي أنت بتحبه. الأندية في أوروبا، كل المنظومة الأوروبية الآن كل حاجة بقت تكنولوجيز، يعني بتعرف تاخدها عن طريق الإنترنت. أي حاجة بالنسبة لك تقدر تاخدها، دي بطاقات أهلاوي وافتخر اللي بتسهل لك، وفي باركود، الباركود ده حضرتك بتتعامل بيه عن طريق فوري، عن طريق يعني مفيش حد هيخش الملعب وهو مش معروف مين بياناته. الحاجه الاهم بالنسبه لاداره المباريات ان كل الامور بالنسبه لحضرتك عشان تاخد التذكره بتاعتك وعشان تروح تخش بيها الاستاد، كل حاجه سهله جدا لحضرتك، وهو ده الهدف الاسمى، ان حضرتك تقدر تاخد تذكرتك ومنتهى السهولة واليسر وتروح تخش الاستاد أيضا بمنتهى السهولة واليسر، وهو ده مهمة إدارة المباريات. مهندس محمود طاهر قال النادي الأهلي درس الموضوع بشكل كويس جدا، موضوع إدارة المباريات، ومنذ 5 أشهر إدى الضوء الأخضر لإعداد هذا المشروع والبداية فيه حتى يخرج بالشكل الذي يليق بالنادي الأهلي، لافتا أن مجلس الإدارة دائما يسعى لعودة الجماهير والعمل على كافة الطرق اللي بتساعد على عودتهم للمدرجات مرة أخرى. أكد المهندس محمود طاهر فخره واعتزازه بمشروع بطاقة الجماهير كونه يؤكد على ريادة النادي الأهلي، فهو النادي الوحيد بالفعل اللي بيسهل على جمهوره وبيجعل عملية الدخول الجماهير بشكل إلكتروني تام، مشيرا إن الشيء الوحيد اللي بينقص النادي الأهلي حاليا هو إلغاء التذكرة الورقية، موضحا إنه حال عمل داخل الدولة بنظام دخول جماهير الملاعب بشكل إلكتروني هيكون النادي الأهلي الوحيد اللي لديه هذه الإمكانية. صراحة الموضوع واضح جدا، وشيء صراحة برضو لازم ندي مجلس الإدارة إنه فكر من الأساس إنه يبتدي يواكب العصر، وده اللي أنا بقوله لحضراتكم دايما، مش عشان انا شغال في قناه النادي الاهلي وعلى الرغم ان اي حد بيتشرف انه يعدي جنب اي حاجه فيها لوجو النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي بيواكب العصر بكل اليه. لو دايما هدي لحضراتكم المثال، السيزون تيكت في انجلترا، السيزون تيكت في اسبانيا، السيزون تيكت في ايطاليا، في المانيا، كل هذه الدول بدات تخش العصر الحديث بهذا الشكل، لان كل حاجه هناك حضرتك تخش تحط بياناتك كل حاجه بتطلع على السيستم، فكل اجهزه الدوله هناك بتبقى سهل عليها كل حاجه، لان كل معاملاتك الماليه، كل معاملاتك البنكيه، كل معاملاتك مع اي جهه بتبقى عن طريق الانترنت، لانك بتسجل وبتدفع بالفيزا او بالديبت كل حاجه انت بتعملها. فان النادي الاهلي يبتدي يفكر في هذا المشروع ويسبق حتى الدوله
في انه ياخد خطوات ويبتدي يعمله بالفعل ده شيء يحصل. لان حضرتكم شفتوا لقاءات اللي منذ بدايه اقامه مباريات النادي الاهلي بجمهور، المباريات اللي كان فيها جمهور والناس اللي استخدمت النظام الالكتروني في انه يسجل بياناته ويروح ياخد تذكرته شيء في منتهى الاحترام، منتهى الادميه والانسانيه، وبيبين لك ان النادي بتاعك بيحترمك وبيقدرك كمشجع ليه. ان هو عايز يدعمك، عايز يسهلك امورك، لان في الاول وفي الاخر النادي محتاجك تكون في المدرج عشان تشجع. ده ملخص هذا الامر، حاجه على اعلى مستوى. وبعد هذا الخبر اطلع لحضراتكم الى دوري ابطال اوروبا وكلام عن الشامبيونز ليج. نطلع لدوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج، البطوله الاقوى في العالم، حتى اقوى من كاس العالم. الاتحاد الاوروبي الصراحه بيحسب له انه نجح انه ياخد بعض الاجراءات خلى هذه البطوله اقوى من كاس العالم، من حيث التنافسيه، من حيث العائد، من حيث حاجات كتير جدا 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 داخل هذه البطوله. صراحه النهارده كان في مباريات في منتهى القوه، ولكن ابرزها هو مواجهه برشلونه الاسباني امام اليوفي الايطالي. برشلونه من الفرق اللي الان بتمر بمرحله احلال وتجديد، مرحله احلال وتجديد في الناحيه التدريبيه، الناحيه الاداره الفنيه. ارنستو فالفيردي مدرب جديد يقود النادي، كان بيماسك اتلتيك بلباو ثم الان هو مدرب لبرشلونه خلفا للمدير الفني لويس انريكي. ايضا برشلونه من غير نيمار، الكل يتساءل هيعملوا ايه من غير نيمار. برشلونه واجه اليوفي الموسم الماضي، واليوفي كان هو من اخرج برشلونه من دوري ابطال اوروبا حتى بعد الريمونتادا اللي عملها امام باريس سان جيرمان، وكان بطلها نيمار لم يستطع التغلب على اليوفي، بل اليوفي تغلب عليه واقصاه من دوري ابطال اوروبا. ولكن ميسي هذا اليوم، ومش ميسي بس، هو ميسي تفوق واحرز هدفين، ولكن المجموعه الجديده شفنا سميدو في الجبهه اليمنى، شفنا عثمان ديمبيلي امامه، شفنا ميسي في الجانب الايسر طبعا وهو واخد فري رول يعني بيتحرك في كل حته، ولكن شفت برشلونه جديد في حاجات كتير جدا. ما شفتش برشلونه واقع، بل بالعكس لسه نفس الاسلوب، لسه نفس التيكي تاكا، لسه راكيتيتش، لسه انيستا بيبدع، ما حدش عارف يمسكه. النهارده كان انيستا اللعيبه اللي لعبت عليه سواء ماتودي او غير ماتودي قعد يغير المدير الفني أليجري كل لعيبه وسط الملعب عشان يمسك انيستا وراكيتيتش وميسي وما عرفش. برشلونه لما بيصمم على شيء في هذا التوقيت قدر ان هو يعمل احلال وتجديد بشكل سريع، وقدر ان هو ياخد حتى خطوات في الدوري لا ليجا تؤدي ان هو ينزل امام اليوفي بهذا الشكل. انت شفت لقاء من جانب واحد، اليوفي فريق مستقر جدا، فريق عنده من الصفقات، شفنا دوجلاس كوستا شارك في هذا اللقاء من اللعيبه اللي كلاس ايه، ولكن لم يستطع مجارات هذا اللاعب اللي افتتح اول اهدافه امام جون لويجي بوفون. ميسي افتتح في الدقيقه 45 بعد ما رقص الناس كلها وحط الهدف الاول لفريق برشلونه، حتى كانت ما بين رجلين اللاعب مهدي بن عطيه، ثم اضاف الهدف الثاني اللاعب ايفان راكيتيتش في الدقيقه 56 بعد ما برضه كانت الكره رايحه لميسي وحاول، ثم تالق اللاعب بوفون ولكن عاد اللاعب راكيتيتش وحط الهدف الثاني. وادي ديبالا بيبص الى الاسفل لان الصراحه برشلونه كان حاجه ثانيه خالص في هذا اليوم. ثم عاد ميسي بيسجل الثلاثيه للبارسا والهدف الثاني ليه في الدقيقه 69، وده الفرحه اللي كانت ما بين ميسي وراكيتيتش، وادي الحسره على بن عطيه ورفاقه. النهارده كانت ليله برشلونه، ليله ميسي. ميسي ادى دفعه كبيره جدا لزملائه، حسينا بيه ان هو فايق، حسينا بيه ان حتى المدير الفني يحسب لبالبردي انه في بدايه اللقاء غير من مكان ميسي. ادي ماتودي ظاهر في الصوره، ادي ايجواين، ادي دوجلاس كوستا، اللعيبه الجداد اللي تعاقد معها فريق اليوفي، ولكن اليوفي لم يكن اليوفي. بطل ايطاليا النهارده ظهر بطل من ورق امام ماكينات برشلونه في متعه كره القدم. كمل مع حضراتكم في المجموعه، سبورتنج لشبونه البرتغالي فاز على
اولمبياكوس اليوناني بثلاث اهداف مقابل هدفين. كده اعتلى المجموعه برشلونه وبعديه سبورتنج لشبونه ثم اولمبياكوس وفي الاخير فريق اليوفي في انتظار ماذا ستسفر عنه مباريات الجوله الاخرى دي المجموعه دي. سبورتنج لشبونه الصراحه واولمبياكوس 3-2 ده ماتش كان يستحق المشاهده. بعد الصرف باريس سان جيرمان بيبتدي يقول انا صرفت في ايه. بيكسب فريق سيلتيك الاسكتلندي في سيلتيك بارك في اسكتلندا بخمسة اهداف. ابتدى الصراحه فريق باريس سان جيرمان كل من نيمار وكيلين مبابي واديسون كافاني احرز الهدف الاول وميكائيل لوستيج احرز الهدف الاخير في مرماه عشان يبقى في خماسيه لفريق باريس سان جيرمان. ادي الثلاثي الهجومي، امبابي لاعب موناكو اللي لسه منتقل الى فريق باريس سان جيرمان 180 مليون، ودي نيمار اللي كلفهم على الاقل مش اقل من 600 مليون لو حسبنا بقى الشرط الجزائي والعمولات والكلام واللي هنا واللي هناك والشروه كلها. بابي فرحان، ده اول هدف له في دوري ابطال اوروبا مع فريق باريس سان جيرمان، كان تالق مع موناكو واحد من اهم المواهب الصاعده. وادي كافاني بيظهر لنفسه من اللعيبه الصراحه اللي مش واخده حقها، فرود على اعلى مستوى ولكن وجود النجوم جنبه كان اثر عليه. في نفس المجموعه بايرن ميونخ الالماني المرشح الاول لاعتلاء هذه المجموعه فاز على اندرلخت البلجيكي بثلاثه اهداف. ليفاندوفسكي الهداف الكبير البولندي، وكان ابتدى في الدقيقه 12 وتياجو الكانتارا النجم الاسباني ذو الاصول البرازيليه، على فكره ده كان ابن مازينيو، في الدقيقه 65 وكيميتش الموهبه الصاعده في الدقيقه 90. دي كانت الثلاثيه اللي احرزها بايرن ميونخ، الصراحه مجموعه قويه جدا وهنشوف لقاء من نار ما بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في اللقاءات المقبله. وتحت اعين عمر جابر مانشستر يونايتد يتخضى بازل بثلاثيه. صراحه فريق مانشستر يونايتد وعودته مره اخرى لدوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج وجوزي مورينيو حاطط اعينه ان هو يؤدي بشكل مهم ان يعني يتخطى لابعد المراحل اللي يقدر يوصل بيها بفريق مانشستر يونايتد في الشامبيونز ليج. فريق بازل بيلعب فيه عمر جابر نجم منتخب مصر طبعا ونادي الزمالك السابق، هزم بثلاث اهداف. خلينا اقول لحضراتكم ان عمر جابر كان قاعد على مقاعد البدلاء ما بيشاركش بشكل اساسي، نتمنى ان هو يصبر ونتمنى ان هو يصبر لان الصبر في الاحتراف مهم جدا، حتى لو ما بيشاركش بشكل اساسي هتجيله الفرصه. يا رب عمر يفضل صابر، مش عايزين نشوفه بيرجع بسرعه، عايزين عمر من اللعيبه الكويسه اللي ممكن يروح انديه حتى اكبر من بلد. مروان فيلايني افتتح التسجيل، لاعب مورينيو المفضل البلجيكي في الدقيقه 45، ولوكاكو الهداف الرائع سجل في الدقيقة 53 قبل أن يختتم ماركوس راشفورد اللي ابتدى خلاص بقى مورينيو بيعتمد على راشفورد بشكل أساسي مع في خط هجوم مانشستر يونايتد. الثلاثية في الدقيقة 84 وفي نفس المجموعة فاز سياسكا موسكو الروسي على فريق بنفيكا البرتغالي بهدفين لهدف، وده أي لقاء بيقام في موسكو في روسيا بيبقى الامور صعبه جدا على الفريق المنافس طبعا للاجواء وللبروده، ولكن احنا لسه في شهر 9 ما دخلناش في البرد قوي، ولكن اي فريق روسي في روسيا بيبقى مواجهته صعبه جدا جدا جدا. بنفيكا عليه انه يعمل كامباك لان كده هيبتدي سياسكا موسكو داخل بعد مانشستر يونايتد بثلاث اهداف. خليني اكمل مع حضراتكم باقي النتائج. نروح لنادي تشيلسي الانجليزي اللي كسب بسته اهداف على فريق كارباخ الاذربيجاني. كارباخ اول مره في حياته بيشارك في الشامبيونز ليج وده يعتبر عيد بالنسبه لهم، ولكن العيد افسده سداسيه فريق تشيلسي اللنداني عاد مره اخرى مع كونتي بعد ما فاز بالدوري الانجليزي. عاد تشيلسي
ليشارك في دوري ابطال اوروبا. بيدرو احرز الهدف الاول في الدقيقه 5، ثم ديفيد زاباكوستا احرز الهدف الثاني، كان بيرفع اوفر ودخلت في الدقيقه 30، وسيزر اسبيليكويتا احرز الهدف الثالث في الدقيقه 55، وباكايوكو الصفقه الجديده ايضا احرز الهدف في الدقيقه الرابع في الدقيقه 71، قبل ان يحرز باتشواي الهدف الخامس في الدقيقه 76، وميدفيديف احرز هدف في مرماه، وده الهدف السادس لتشيلسي. خلينا اقول لحضراتكم ايضا ان اللقاء اللي حضراتكم شايفينه من اقوى اللقاءات من المفترض، روما واتلتيكو مدريد في ملعب الاولمبيكو بروما، ولكن روما فشل انه يفوز على اتلتيكو مدريد على ارض وسط جماهيره. اتلتيكو مدريد مع سيميوني من اجمد الفرق اللي في الشامبيونز ليج في دوري ابطال اوروبا، وادي يعني كاراسكو واحد من نجوم اللقاء، وادي ايدن جيكو واحد برضو من النجوم اللي كان محمد صلاح بيلعب معاه قبل ان ينتقل الى ليفربول، ولكن روما من غير صلاح صراحه حاجه ثانيه. دي النجم كولاروف اللي منتقل من مانشستر سيتي الى فريق روما، ولكن روما من غير صلاح حاجه ثانيه صراحه. محمد صلاح ما شاء الله كان مع فريق روما في الشامبيونز ليج بيديله اضافات كبيره جدا، وشفناه مع الفرق الكبيره ريال مدريد، وامام ريال مدريد وامام برشلونه كان بيأدي باداء اكثر من رائع، عشان كده انتقل الى فريق ليفربول. نتمنى التوفيق مع صلاح لصلاح مع فريق ليفربول اللي لسه عندهم مشوارهم الاخرين في دوري ابطال اوروبا وايضا في الدوري الانجليزي. بعد استعراض نتائج الشامبيونز ليج اليوم ده اخر خبر معانا النهارده، فكر حضراتكم بسؤال الحلقه، من هو اخر لاعب اهلاوي احرز في مرمى الترجي التونسي؟ ده حضرتك هترد عليه وتبعت لصفحه قناه النادي الاهلي على الفيسبوك، وتبعت الاجابه الصح تاخد تذكره للاهلي والترجي. ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق امام الترجي في دوري ابطال افريقيا. ده اخر حاجه، اخر خبر معايا النهارده، حتى القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.